عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم في مجلس التعاون المؤتمر العام 24 الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، ورأس وفد دولة الكويت في المؤتمر معالي الدكتور بدر العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي. والله الطموح دائما في المستوى التعليم دائما يطمح مستوى عالي، والوصول إلى مستويات متقدمة في التعليم خصوصا في المسابقات التعليمية، منها الأولمبيات التعليمية ومنها خصوصا في التقارير اللي تظهرها منظمة اليونسكو. نسعى دائما في تطوير المنظومة التعليمية وخصوصا في العلوم الرياضيات، نتمنى يكون هناك فينا لنا موقع على مستوى العالم. وفي بداية أعمال المؤتمر تم تكريم الأعضاء السابقين في المؤتمر والمجلس التنفيذي، وتضمن جدول أعمال المؤتمر استعراض تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس خلال السنتين الماضيتين، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الأولى من استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج التي بدأت عام 2015 للميلاد وتنتهي عام 2020 للميلاد. أعتقد أن مسيرة مكتب التربية العربي كانت حافلة جدا بالعطاء والإنجاز، عكست كثير من تطلعات دول الخليج، يعني كقيادة وكحكومة وكشعب حققنا كثير من الأهداف في مجال التربية، قفزنا قفزات نوعية سواء إن كان في مجال السياسات أو مجال الأهداف أو حتى مجال المناهج الدراسية. كما شارك في المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي وقعت اتفاقية تعاون مع مكتب التربية العربي لتنفيذ عدد من المشروعات وبرامج العمل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية. المؤتمر العام صاحبه معرض متخصص لعرض إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارات التربية والتعليم في دول المجلس. سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت الرياض.